السلام عليكم. درسنا في هذا اليوم هو تحت عنوان نوسيون دو جيومتري. بحيث في هذا الدرس ان شاء الله تعالى سوف نتعرف او سوف نقدم مفاهيم سبق لكم ان رايتموها في سنوات الابتدائي. وسوف ناخذ هذه الفقره بعنوان ترمينولوجي. سوف نعتبر اولا نقطتين مختلفتين من المستوى ا و ب. On dit deux points distincts A et B. بمعنى نقطتين متباعدتين. مثلا اذا ربطنا ما بين نقطتين A و B سوف نحصل هذا مفهوم. نعم مفهوم مفهوم قطعه. هذه القطعة لها نقطتين متميزتين هما A و B لأنهما في الأصل هما اللتان تحددان هذه القطعة. نسميهما بطرفي القطعة بمعنى les extrémités en français les extrémités de segment. Premièrement, la première notion c'est segment. بالعربية هي قطعة. Comme définition de segment, le segment est une infinité des points alignés limités de deux côtés par deux points appelés les extrémités du segment. القطعة يمكن اعتبارها هي ما لا نهاية من النقط المستقيمية المحدودة من الجهات أو من الطرفين بنقطتين تسميان طرفي القطعة. Pour la notation de segment, on note par les deux points A et B et avec le crochet. Si le crochet désigne que il est limité de côté de A et limité de côté de B. On a mesuré al-qita bi al-alaqa al-tali, يعني بالنقطتين محددتين للقطع A و B ومعقوفتين تشيران إلى أنها محدودة من هاتين الجهتين. الآن لو قمنا بتمديد هذه القطع من أحد الطرفين. مثلا سوف نمدد هذه القطعة من جهة B. الآن بأن نقول أن في الأول كانت لدينا قطعة A بمحدودة من الطرفين. الآن مفهوم آخر محدود من طرف واحد من جهة A وغير محدود من الطرف الآخر. هذا نسميه بنصف مستقيم en français demi droite. Donc deuxièmement, la deuxième notion c'est la demi-droite. Comme définition, في العربية نصف مستقيم. Comme définition de la demi-droite, on peut dire que c'est une aussi, c'est une infinité des points alignés et limité d'un côté et limité de l'autre côté. Et on peut dire que c'est une demi-droite d'origine A et qui passe par B. باللغة العربية أن نصف مستقيم كذلك هو ما لا نهاية من النقاط محدود من جهة. هذه الجهة اللي محدود منها تسمى بأصل هذا النصف المستقيم وغير محدود من الجهة الأخرى. لهذا نقول ويمر من تلك النقطة بمعنى غير محدود من جهتها. ونرمز لنصف المستقيم بنفس نقطتين A و B ونضع هنا معقوفة بمعنى محدود من جهة A وقوس من جهة B بمعنى غير محدود من جهة B. Maintenant, si on prolonge toujours cette demi-droite dans les deux côtés, c'est-à-dire on va prolonger aussi le côté de A. Donc on va obtenir notre notion qui est la droite. Troisièmement, la droite. باللغة العربية المستقيم أو مستقيم. أما كتعريف المستقيم يمكن أن نقول أنه هو ما لا نهاية من النقط المستقيمية والغير محدودة من الجهتين. C'est-à-dire, c'est une infinité de points alignés non limités. Et comme notation de la droite, on va utiliser toujours ces deux points qui nous déterminent la droite. Donc A, B, et on va remettre les parenthèses, c'est-à-dire illimité de côté de A et illimité de côté
de B. بمعنى غير محدود من جهة A وغير محدود من جهة B. ويمكن أن نضيف هذا التعريف في الشكل. نأخذ مثلا في جهة المستقيم ونكتب هذا التعريف AB بين قوسين. كما يمكن أن يختلف هذا التعريف حسب الوضعية التي سوف تصادفنا في التمارين، فممكن أن نجد تعريف آخر بحرف واحد فقط، مثلا D. وتم أخذ هذا الحرف D نسبة إلى تسمية المستقيم اللي هي دوات. كما يمكن أن نجد استعمال حرف L كوم، يعني ثلاث من كلمة ليني. ويمكن كذلك أو يمكن أن نرمز له بهذا الحرف على شكل مثلث والذي يسمى دلتا.